بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم عبر هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في بداية هذه الحلقة الحقيقة نقدم خالص العزاء وصادق المواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني وكافة الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الكريم في وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألهم أهله الصبر والسلوان. فضيلة الشيخ، نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات الكريمات في قول الحق تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الإسراء يخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أن الله أنزله بالحق، والحق ضد الباطل، فالقرآن جاء بالحق فهو حق في جميع ما جاء به من تشريعات وأحكام ومن أخبار ومن عظات ومن قصص ومن أمثال، فهو حق كله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبالحق نزل، فالحق ملازم للقرآن لا ينفك عنه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نزل على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وحمله عنه أصحابه وأولو العلم من بعدهم. ثم قال جل وعلا مثبتا، لما أثبت أن القرآن نازل من عند الله وأنه كلام الله ليس مخلوقا، أخبر سبحانه وتعالى عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا لأهل الإيمان بالجنة، ونذيرا لأهل الكفر بالنار، لمن أراد الله له أن يتوب من كفره. وأما من أصر على كفره فإنه مبشر بالنار، مبشرا ونذيرا. ثم وصف القرآن بقوله: وقرآنا فرقناه، أي أنزلناه منجما متتابعا
مرتلا فرقناه، ثم بين الحكمة من كونه لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا، بين الحكمة من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني لتقرأه على الناس بتمهل وتبلغه للناس شيئا فشيئا، لأن هذا أخف على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخف على الأمة، أنه لم يأتي جملة واحدة بأوامره ونواهيه وأحكامه وتشريعاته، وإنما جاء مفرقا بحسب الوقائع والحوادث. فهذه هي الحكمة من كون الله فرق القرآن ليقرأه الرسول على أمته على مكث. ثم قال: ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا تأكيد لما سبق في أول الآية: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، أي مبعدون عن الوحي وعن القرآن. ثم إنه جل وعلا خاطب الناس فقال: قل آمنوا به، قل أيها الرسول للناس آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا من باب التهديد لا من باب التخيير كما يقوله من يدعي حرية الاعتقاد اليوم. فالله جل وعلا أوجب على الأمة كلها الإيمان بهذا القرآن، من كفر ولو بحرف منه أو آية أو سورة فإنه كافر بالله عز وجل. آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا تهديد، كما في قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فهذا من باب التهديد والوعيد. ثم بين سبحانه أن أهل العلم من الأمم السابقة من اليهود والنصارى يشهدون بأن هذا القرآن هو كلام الله وأنه منزل من عند الله، لأنهم يجدونه في التوراة والإنجيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ والشهادة شهادة العلماء وليست شهادة العوام والجهال، فالعلماء من بني إسرائيل يشهدون بأن هذا القرآن أنه منزل من عند الله، ولذلك يخشعون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم، يتلى القرآن ويسمعونه، يخرون للأذقان سجدا لله سبحانه وتعالى، خاشعين لله، يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله وعد ببعثة هذا الرسول ووعد بإنزال هذا القرآن، وقد تحقق وعد الله سبحانه، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بصفاته عندهم، ويعرفون القرآن الذي سينزل عليه لأنهم
يجدون هذا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان يخضعون لله سبحانه وتعالى، يسجدون بوجوههم خاضعين لله وتواضعا لله وشكرا لله على نعمته، خرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدنا وعد ربنا لمفعولا لا بد من وقوعه، ويخرون للأذقان يبكون، يبكون من خشية الله سبحانه، لأن هذا القرآن يلين القلوب ويفتح المسامع لمن كان له قلب، ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم الله جل وعلا خشوعا. فالله جل وعلا يوفقهم للخشوع لكلامه سبحانه وتعالى ويزيدهم خشوعا. فهذا فيه شهادة لهذا القرآن أنه من عند الله، الله يشهد بما أنزل إليك بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فلا مجال للتشكيك في هذا القرآن لأنه حق يشهد به العلماء من الأمم من اليهود والنصارى، ومن كفر به فهو عن عناد لا عن جهل به. نعم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم عند دخوله المسجد والجماعة في التشهد الأخير، وما الأفضل في حقه؟ إن كان يغلب على ظنه أو يعلم أن هناك من سيأتي فينتظرهم ويصلي معهم جماعة، لأن الجماعة الموجودة فاتت، فينتظر من يعلم أنه سيأتي ويصلون جماعة بعد سلام الإمام. وإن كان لا يغلب على ظنه وجود أحد أو قدوم أحد فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة ليحصل على الأجر والمتابعة ولا يفلس من هذا وهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وصلتنا رسائل كثيرة فضيلة الشيخ. هذا سائل من الإمارات يقول: ما حكم في من يضع القرآن الكريم في مقدمة السيارة يعتقد بأن ذلك يرد العين أو ما شابه ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ الحروز، وهذا لا يجوز. القرآن لا يتخذ من الحجب، وإنما إذا كان صاحب السيارة ينقله معه ويجعله في السيارة من أجل أن يقرأ به، أن يقرأ فيه إذا حصلت له فرصة، فهذا شيء طيب. وأما إذا كان يتبرك به أو أنه يتعوذ به أو أنه يتخذه حروزا أو يتخذه حجبا فهذا لا يجوز. نعم. أيضا وصلتنا هذه الرسالة من السائل عين ألف يقول: ما حكم الشرع في نظركم الشيخ صالح الفوزان في شراء سيارة من إحدى معارض السيارات بنظام التأجير؟ هذا ما هذا بنظام التأجير ما يصير بيعه، يقول اشترى سيارة. نعم. والشراء غير التأجير، الشراء غير التأجير، لكن لعله يقصد الآجار المنتهي بالتمليك. نعم. هذا حرام ولا يجوز، عقد باطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في تحريمه، وأنه عقد باطل، لأنه يشتمل على عقدين مختلفين، عقد إجارة وعقد بيع. ثم أيضا السيارة التي اشتراها لا يدري ما تؤول إليه في المستقبل، ربما تتلف، ربما لا تساوي شيئا، فهذا بيع مجهول أيضا.
وأيضا هو بيع معلق، والبيع المعلق لا يجوز، لا بد أن يكون البيع منجزا. نعم، نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات، ونبدأ بالمتصل بندر من الرياض. تفضل يا بندر. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. لو سمحت يا بندر تكسر التلفزيون شوي، تكسره لأنه مشوش علينا. تفضل. ايوه يا شيخ، السؤال الاول معلش انا تركت بعض الصلوات يا شيخ، ربما يكون نوم او كسل، يعني يوم كامل تركت الصلاه، والحين يعني ما ادري يا شيخ ايش يعني ايش اللي اسويه علشان انا ابغى ارجع يعني الصلاه، بحيث اني انا كان فيني نوم او كسل او نوع من الكسل او التجاوز. واضح السؤال يا بندر، شكرا. اذا كنت تركتها متعمدا فعليك التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة ولا تعود لمثل هذا. أما إذا كنت تركتها ناسيا أو نائما فعليك بالمبادرة بقضائها مرتبة، لأنها واجبة في ذمتك، فلا بد من قضائها والمبادرة بذلك. نعم. طيب، نأخذ اتصال آخر. نعم، فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن أكل بعض لحوم الحيوانات مثل الفرس والضبع. الخيل مباحة، حلال، وقد نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلحوم الخيل حلال، والضبع كذلك حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه: أصيد هو؟ قال: نعم، فهو صيد يجوز أكله. نعم. والضب يا شيخ؟ الضب كذلك يجوز أكله، لأنه يتغذى بالأعشاب والأشياء الطيبة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ يقول: وكذلك أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر ذلك واعتذر عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، أنه لم يعتده وليس بأرض قومه. نعم. عبد الله من الخرج، تفضل يا أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة حديث. الحديث الأول يقول فيه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. والحديث الثاني يقول: ما يأتي زمان إلا وما بعده شر على الناس، وما بعده إلا شر منه. والسؤال الثالث يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. هل هذه الحديث متوافقة في المعنى مع شرعها؟ شكرا. لا تعارض بين هذه الأحاديث، فخير القرون القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فهم خير قرون هذه الأمة. ثم من بعدهم في الأفضلية قرن التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة، ثم من بعدهم أتباع التابعين الذين تتلمذوا على التابعين، وهذه تسمى القرون المفضلة، فهم خير القرون لقربهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلتهم على سائر من يأتي بعدهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا بعد القرون المفضلة، لأن الشر إنما كثر وحدث بعد القرون المفضلة، كما وظهرت الفرق الكثيرة بعد القرون المفضلة كما هو معلوم. والحديث الثالث، نعم، بدأ الإسلام غريبا، هذا في آخر الزمان، يعود غريبا يعني في آخر الزمان كما بدأ، فلا تعارض بين الأحاديث. نعم. ما زلنا مع اتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ إبراهيم من الحوطة. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. مساء الخير استاذ عبد الكريم وسلامات الشيخ صالح. عليكم السلام. حياكم الله. الله يسلمك. كان عندي سؤال في بعض العبارات يا سماحه الشيخ تطلق
أنا أريد بس هل مثل هالعبارات جائزة مثلا خاصة في أوقات مثلا العزاء والموت؟ يقولون مثلا بعض العبارات البقاء لله أو البقية في حياتك أو كذا، يعني هل مثل هالعبارات مثلا جائزة أن الإنسان يطلقها، أو هناك مثلا عبارات أفضل من هالعبارات هذه؟ شكرا. أما قول البقاء لله هذا صحيح، قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قولهم البقاء في حياتك فهذا لا يجوز، ما أحد يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تقال هذه العبارة البقاء في حياتك. لكن لو قال بارك الله في حياتك وأمد الله في عمرك أو ما أشبه ذلك لا بأس. نعم. أبو أحمد من الرياض، تفضل. أبو محمد، طيب، من الرياض، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، الزكاة باقي علي عندي مبلغ من المال وباقي عليه شهر وكم سنة، هل عليه زكاة ولا لا؟ والسؤال الثاني، المتوفى إذا كان عنده بطاقة ضمان هل يكون الحق الورثة؟ والسؤال الثالث، هل التراب لازم يكون له غبار؟ طيب شكرا. نعم. يقول بقي على إتمام الزكاة شهر فضيلة الشيخ، هل يدفع الزكاة وقد بقي عليها شهر من الحول؟ نعم، هذا يسير، يعني الحول تم إلا يسير يتسامح فيه، وإذا أخرها إلى أن يمضي الشهر ويتم الحول فلا بأس بذلك. نعم. يقول إذا توفي الشخص وله مال في الضمان هل هو من حق الورثة؟ إذا كان هذا تراجع فيه الضمان، يراجع فيه الضمان ويتبع النظام، فإذا كان الضمان ينتهي بوفاة الشخص وليس له استحقاق فإنه ليس للورثة شيء. أما إذا كان له ضمان متأخر وهو مستحق له في حياته ثم تأخر صرفه ثم مات فهذا حق له وينتقل إلى ورثته. نعم. يسأل بالنسبة للتيمم، هل لابد من أن يكون هناك تراب عندما يضرب بيديه؟ نعم، تراب أو يضرب على شيء عليه غبار طاهر، كأن يضرب على جدار، على بلاط فيه غبار، أن يضرب على كيس فيه غبار، أو فراش عليه غبار، لا بأس، على تراب أو على غبار. نعم. تفضل يا أبو كادي من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، لو سمحت أبو كادي إذا كان عندك تلفزيون تقصر شوي، لأن فيها تردد عندنا، اكسر التلفزيون شوي. أبشر إن شاء الله. إيه، لأن فيه تردد. تفضل أبو كادي. السؤال الأول، عندي الوالدة الله يحفظها وإياكم صلي صلاة الليل أو صلاة الوتر على أذان الفجر أو إذا أذان الفجر، وهي وتقول أني أصلي وهي تغمض في الصلاة، ما حكم الوقت الصلاة والتغميض في الصلاة؟ والسؤال الثاني، ما حكم غيبة الروافض أو اليهود غيبتهم؟ السؤال الثالث، طيب، ما حكم على ما يقال مجموعة من الناس أنهم جامية، هؤلاء جامية؟ طيب، ودعواتكم لنا يا شيخ. شكرا. عنده الوالدة. نعم. فضيلة الشيخ تقول تصلي صلاة الوتر على أذان الفجر. أذان الفجر يختلف، إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لأجل أن يستيقظ الناس ويتهيأوا فلا بأس، يصلي ويوتر ولو بعد الأذان الأول. أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر قد انتهى وقت صلاة الليل وانتهى وقت الوتر فيقضيه في النهار، يعني بعد ارتفاع الشمس يقضي وتره ويشفعه. نعم. فضيلة الشيخ يقول ما حكم الغيبة عموما يا فضيلة الشيخ؟ الغيبة عموما حرام، ولا تجوز إلا في أحوال خاصة، في خصومة، أن تشتكي شخصا وتقول إنه مماطل، إنه أكل حقي أو ما أشبه ذلك، لأجل رفع المظلمة،
عن المظلوم أو لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل يؤخذ على يد العاصي فيقال فلان يفعل كذا وكذا لأجل أن يؤخذ على يده من قبل الهيئة أو من قبل رجال الحسبة، لا بأس بذلك. وكذلك تجوز الغيبة في حال ثالث أيضا، تجوز كما ذكرنا في الحالين الأوليين، وتجوز أيضا في المشورة إذا استشارك شخص يريد أن يزوج شخصا أو يشاركه، فإنك تذكر ما تعلمه من عيوب هذا الشخص المستشار فيه من أجل ألا يغتر الذي استشارك ويشاركه أو يزوجه، تبين له، فهذا مستثنى من الغيبة. وما عدا ذلك فالغيبة حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. ما حكم الحلف بالله كاذبا حفاظا على مشاعر الشخص؟ لا يجوز الكذب أصلا، لا يجوز الكذب. والكذب قال الله جل وعلا الكذب باليمين أشد، قال الله جل وعلا في وصف المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالله من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، فيعظم اليمين بالله عز وجل. نعم. تفضل يا سلطان معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام سلطان. لو سمحت تكسر التلفزيون شوي بس. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نحن نحبك يا شيخ ونحب مقدم البرامج في الله. جزاك الله خير. الله يبارك. ونريد يا شيخ الله يعافيك لو تعطينا كلمة عن بر الوالدين وفضلهم للأبناء والبنات. والحاجة الثالثة يا شيخ أتمنى مقابلة سمو الأمير مقرب بن عبد العزيز. شكرا شكرا. نعم تفضل. يريد كلمة عن بر الوالدين فضيلة الشيخ والأثر في ذلك. هذا واضح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، بر الوالدين واجب، حقهما يأتي بعد حق الله جل وعلا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هو حق واجب يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يتهاون به. نعم. فضيلة الشيخ، الحقيقة ولاة أمرنا حفظهم الله أبوابهم مفتوحة، التواصل معهم بالحق فضيلة الشيخ هل من كلمة في ذلك؟ نعم، الذي عنده مراجعة يراجع ولاة الأمور في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب وبالشيء الواضح الذي لا شك فيه، ما يراجع بأشياء ما لها أصل أو مظنونة أو ما أشبه ذلك، يراجع بشيء واضح حق له أو من أجل إبلاغه بأمر من أمور المسلمين فيه مصلحة عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ألو. تفضل نسمعك أبو عبد الرحمن. يا أخي عندي سؤال يا أبو ياسر الشيخ، في أولاد اللي جاءوا عن طريق الساحل من الجنوب من العمرة و اتجهوا إلى مكة ثم راحوا للعمرة، والقبل يأخذون العمرة نزل والد لهم عندنا قريب لنا هناك وراء الحل ثم نزل يأخذون العمرة، هل عليهم شيء في الإحرام ولا شيء أم لا؟ طيب، إذا كانوا أحرموا من الميقات، هم جاءوا من الجنوب عن طريق الساحل يحرمون من ميقات أهل اليمن من يلملم، فإذا كانوا أحرموا من الميقات وبقوا على إحرامهم ومروا على أحد ليسلموا عليه قبل العمرة داخل الحرم أو خارج الحرم لا بأس بذلك، لكن يحتفظون بإحرامهم إلى أن يؤدوا عمرتهم. نعم. تفضل يا أحمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، أنا من الدمام. سلام. من الدمام، تفضل أحمد. شيخ الله يحفظك، الله لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما حكم الاعتصامات والمظاهرات السلمية؟ السؤال الثاني، ما حكم الإنكار العلني على ولي الأمر
وهل يدخل فيه الوزراء والأمراء؟ السؤال الثالث، هل يجوز الجهاد الآن بدون إذن ولي الأمر؟ جزاكم الله خير. كل هذه الأسئلة ما هم محلها في علانية كذا، تسأل عنها أهل العلم فيما بينك وبينهم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما علاج العنوسة في وقتنا الحاضر، وهل هذا مقتصر على الإناث فقط؟ علاج العنوسة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه. فلا يجوز تأخير الخاطب إذا كان كفؤا ورضيت به المرأة، يجب المبادرة بقبوله. فهذا من أسباب القضاء على العنوسة، لأن بعض النساء تؤخر الزواج من أجل وظيفتها أو من أجل دراستها حتى يفوت عليها الأزواج، وبعدين الأزواج لا يرغبون فيها إذا كبرت. فالمبادرة بالزواج في وقته ووقت وقت يعني كون شباب المرأة، هذه فرصة تفوت، بادر بالزواج، لأن الزواج هو مصلحة المرأة، ليس مصلحتها في الوظيفة ولا في الدراسة، مصلحتها في الزوج الصالح الذي يحفظها ويصونها ويقوم عليها. فإذا فات عنست المرأة وتجنبها الخطاب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ صالح. وردنا هذا السؤال يا شيخ، ورد في صحيح البخاري حديث الرجل الذي حمل على البقرة فكلمته، والذئب الذي عدا على الغنم وكلم الراعي، فما معنى هذا الحديث ولماذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا من آيات الله، لأن هذه حيوانات ما هي من عادتها تنطق، ولكن الله قادر على كل شيء فينطقها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. السائل يا فضيلة الشيخ يقول بأنه لا يقوم بالسنن الرواتب ولا يؤديها، بل يؤدي الصلوات خاصة في المسجد ولله الحمد، ولكنه يترك السنن الرواتب. لا ينبغي له أن يترك السنن الرواتب، بل يحافظ عليها مع الفرائض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأرشد إليها فيحافظ عليها. وقد ذكر العلماء أن ترك الرواتب بصفة دائمة أنه ينقص من عدالة الإنسان، لأن تساهله في الرواتب يجرئه على تساهله في الفرائض. نعم. هذا يا شيخ ناخذ عبد الله من الحوطة، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بخير يا شيخ. حياك الله. سنة طال عمرك، وقمت بأداء تحية المسجد في وقت العصر قبل الصلاة، وأريد أن أصلي أربعا، فصليت ركعتين ثم قمت سهوا، هل أكملها ثلاثا وأجلس للتشهد وأسجد السهو، أو أتمها أربعا بتشهد واحد؟ بارك الله فيك. شكرا. أنت مخير، إن شئت أكملتها أربعا بسلام واحد لأن النهار يجوز في هذا، وإن شئت جلست واقتصرت على ركعتين ثم تسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ هذا يقول: أنا متزوج بنت عمي، وولد عمي متزوج أختي، وهذا في مهر واحد، هل هذا يجوز؟ هذا تراجعون المحكمة الشرعية فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا الأخ: من فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة، فهل يصلي الجمعة أولا أو الفجر؟ نعم. يقول: من فاتته صلاة الفجر يوم الجمعة واستيقظ والإمام يصلي الجمعة، ما المشروع في حقه؟ الواجب عليه أن يصلي الفجر، يبادر بصلاة الفجر قضاء ثم يذهب لصلاة الجمعة، لأن ترتيب الصلوات واجب. نعم. يقول: كنت في صلاة رباعية ولم أجلس للسجدة الأولى، ماذا يلزمني يا شيخ صالح؟ إذا ذكرت هذا يعني قبل أن تفارق المكان الذي صليت فيه، ذكرت هذا أنك لم تسجد، فإنك تأتي بركعة كاملة
وتسجد للسهو. أما إذا طال الفصل بين الصلاة وبين تذكرك لترك السجدة فتعيد الصلاة كلها. نعم. جزاكم الله خير. يقول الأخ أبو محمد بأنه للتو نزل في منزله الجديد وقال لي الجماعة لابد لك من ما يسمى بإنزالة البيت الجديد. هذه عادة طيبة، إذا عملها لأجل أن يجتمعوا ويستأنسوا عنده فلا بأس بذلك، هي من المباح وهي عادة طيبة. نعم. شيخ صالح أيضا يسأل يقول هل ورد حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين وما معنى ذلك؟ نعم، الحديث صحيح وارد، والمجاهرين يعني بالمعاصي الذين لا يسترون أنفسهم ويتكلمون عما حصل منهم ولا يندمون على فعلهم، فهذا لا يعافى من العقوبة لأنه أصبح مجاهرا. أما الذي ستر على نفسه وتاب واستغفر فهذا هو الذي يرجى له المغفرة وهذا هو الأدب الشرعي. نعم. تفضل يا أخي علي من حائل. ألو، السلام عليكم يا شيخ، مساك الله بخير. السلام. اكسر التلفزيون يا علي شوي، تكفى شوي، قصر التلفزيون. والله أنا بغيت التلفزيون حاليا. تفضل. إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أنا قد مريت مرة من عند حلال وعطاني الراعي دون علم صاحب الحلال لبن، فهل يحمى علي شيء؟ هل أسمع ولا ما علي شيء؟ لا بأس بذلك يا أخي. لا بأس بذلك. أنا خفت على السمع ارتداد. إن ما دون علم صاحب الحلال ما طيب. راعي أعطاني. جاوبك الشيخ. هذا يتسامح فيه، هذا يتسامح فيه، لا بأس. الحمد لله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، من يشق عليه وضع الجبهة على الأرض هل يضع كفيه ويكفي أم لا بد من ملامسة الجبهة لموضع السجود؟ يضع واقيا دونه ودون الأرض من فراش، أو يضع مثلا طرف غترته أو عمامته ويسجد عليها كما كان الصحابة يصلون في يصلون الظهر والأرض باق عليها حرارة، فإذا شق عليهم السجود على الأرض فإنهم يضعون عمائمهم ويسجدون عليها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول قرأت في أحد الكتب ما معنى حديث اتقوا الملاعن الثلاث، ما المقصود بذلك؟ التي يلعن من تبول أو تغوط فيها، وهي قارعة الطريق أو الظل الذي يستظل الناس فيه، أو على موارد المياه، على حافة المياه والآبار التي يشرب الناس منها، لأن ذلك يقذرها والناس يلعنونه وهو مستحق لذلك لأنه ظلمهم تعدى عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. يا شيخ صالح، هذه الأخت السائلة تقول بأنها اعتمرت في أحد الأيام وعليها الدورة وطافت وسعت وهي غير طاهرة. ما اعتمرت إلى الآن وهي محرمة، لا تزال في إحرامها، عليها إذا طهرت أن تغتسل وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، وطوافها وسعيها غير صحيحين وهي حائض. نعم. بعض الأخوات الشيخ صالح تستحي الحقيقة من السؤال عن مثل هذه الأمور ويمر عليها أوقات وشهور ثم تسأل، تفقه في ذلك؟ أمور الدين لا يستحي منها، والله لا يستحي من الحق، فلا يمنعها الحياء أن تسأل عن دينها. وكانت الصحابيات رضي الله عنهن يسألن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحيض ويسألنه عن أمور من أمور دينهن ولا يستحيين في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء لتكفير الذنوب التي حدثت في السنين الأولى من عمر الإنسان؟ الاستغفار، الذنوب يستغفر منها وإن كانت في أول العمر، يتوب إلى الله ويستغفر منها والله يتوب على من تاب. نعم. شيخنا الكريم يقول السائل، هل
تجوز الصلاة بعد فترة من دفن الميت، أي إذا مضى مثلا 4 أيام 5 أيام يعني على الميت؟ نعم الشيخ. إيه نعم، يصلى على الميت إلى شهر، من كان غائبا ولم يحضر صلي عليه إلى مدة شهر، لا بأس بذلك. نعم تفضل يا أخي عبد الله من الطائف معنا على الخط. عبد الله السلام عليكم. السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لخلعت زوجتي، وقال الآن يعني يجوز أني يتلفظ بالطلاق أو لا يجوز؟ أنا خلعتها وانتهى الموضوع، بس الآن لو تلفظت هل هذا جائز؟ السؤال الثاني بالنسبة للمخالفات المرورية، يقولون إنها ربا، فما أدري الزيادة فيها، لأن فيها تدبيل من 300 تصير 500، الزيادة هذه هي ربا ولا لا؟ طيب جزاكم الله. السؤال الثاني. أما السؤال عن الخلع فهذا تراجع المحكمة بارك الله فيك، وأما المخالفات المرورية يقتصر على الغرامة المقررة ولا تزاد، إذا تأخرت لا يجوز الزيادة فيها، لأن هذا ربا، هذا من مثل الزيادة في الدين إذا تأخر لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما المشروع في عند زيارتنا للقبور، وما الدعاء الوارد في ذلك؟ عند زيارتكم للقبور تسلمون على الأموات، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وآتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. تقول هذا إذا مررت بالمقبرة أو زرت القبور. أما إذا زرت شخصا معينا في قبره فإنك تسلم عليه خاصة، تقف عند قبره وتسلم عليه باسمه، ثم تستغفر له وتدعو له ثم تنصرف. نعم. السائل يقول الشيخ ما فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدد ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ فضلها كما قال صلى الله عليه وسلم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل عظيم. الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم أحسن الله عليه لكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل ما معنى قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الذي يتصدق على المحتاجين هذا أقرض الله قرضا حسنا، بمعنى أنه قدم ماله طاعة لله عز وجل ورجاء ثوابه، لا يريد بذلك منا ولا يريد بذلك مدحا ولا ثناء، وإنما يخلص النية في ذلك فيكون له هذا الأجر، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نعم وردنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول فيه السائل تراودني وساوس الحقيقة بالموت وأني سوف أموت قريبا، ورجعت طبيبا نفسانيا وأعطاني بعض الأدوية، وهي تعتبر الشيخ صالح من الأنواع التي تسبب الاستمرار عليها، فهل علي إثم في ذلك؟ هذه مسألة طبية، راجع الأطباء، وإذا أشكل عليك طبيب راجع طبيب آخر حتى تتأكد. نعم تفضل يا خالد من الخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي 3 أسئلة الله يحفظك الشيخ. تفضل. نعم السؤال الأول بالنسبة للأضحية، حنا عسكر ونجتمع عند الوالد في العيد ويذبح الوالد عنا كلنا، ما هي كافية ولا ما هي كافية؟ يكفي إن شاء الله. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني عن البيوت اللي تشتريها البنوك، هل هي جاهزة ولا ما هي جاهزة؟ نعم إذا البنك يقول بشتري لك البيت الفلاني يعني 1,300,000 ويحسب علي دبل، هو إذا اشتراه تملكه هو وتم تملكه له قبضه ثم باعه عليك فلا بأس بذلك، أما إذا اشتراه لك وسلم ثمنه فهذا لم يشتره هو ولم يتملكه هو، وإنما ناب عنك واشتراه لك
وسلم ثمنه بزيادة يأخذها منك هذا ربا ولا يجوز. نعم. الثاني إذا في واحد نازل لصندوق العقار 500 ألف وأنا بشتريه تقريبا 100 ألف، هل يجوز ذلك ولا ما يجوز؟ هو ما عنده استطاعة أن يشتريه. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع الدراهم بدراهم، ولا تسمح، يسمح النظام بهذا، ما يجوز هذا، فيه ارتداد. يا طيب أحسن الله إليك الشيخ. في حديث يقول السائل: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم الذي يرقى نفسه، لا يدخل في جملة هؤلاء، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ الحديث رفع لي، قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل صلى الله عليه وسلم منزله، فخاض الناس في أولئك: من هم؟ هل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا؟ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه من هم، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا وصفهم الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ناخذ أحمد من الطائف، تفضل يا أخي أحمد. هلا أبو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبغى أسأل عمرك. تفضل. في عندي زوجتي عندها عرض سكنية وهم أيتام، وكانت على رباهم جدهم أو أبوهم، وبعدها توفى جدهم وملكوا الأرض هذه عمانهم، ولا أعطوهم شيء من هذا، وذلك هو أنهم أرسلوا عاد جدهم على الخير، أرسلوا ورقة عشان يوقعون عليها، ما يدروا على إيش يوقعون، وهم وقعوا عليها ما يدرون مسافر، وراحوا طلعوا عليها فك وسووا لهم فيها عماير، طلعوا عليها فك وسووا لهم فيها عماير، ولا أعطوهم شيء من هذه الأرض. يا أخي هذه فيه ارتداد يا شيخ. طيب أقول هذه مشكلة تراجعون المحكمة فيها، إذا كنت كما ذكرت أنه أخذ حق الأيتام وتصرف فيه لنفسه، تراجعون، هذا ظلم، وتراجعون المحكمة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هذا أقوم أنا لي والدة يا فضيلة الشيخ كبيرة في السن، في بعض الأحيان يغيب عقلها فتدعو علي، وأنا أقوم بخدمتها محتسب، ولكنني في بعض الأحيان شيخ صالح أغضب على هذه الإهانات لي مع أنني محتسب معها، فهل هذا من العقوق؟ نعم، لا تغضب عليها ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واصبر عليها. نعم. تفضل يا مساعد من الدمام. السلام عليك يا شيخ صالح. كم السلام يا شيخ صالح، اني احبك في الله. قصر التلفزيون شوي من عندك يا مساعد. ان شاء الله طال عمرك. قصر التلفزيون، لان في ارتداد عندنا. ان شاء الله طال عمرك. تفضل. يا شيخ صالح، انا سؤالي طال عمرك من صوب الله سبحانه وتعالى، واني خايف ان وبالجواب من عندك اللي ينجيني من عذاب الله. انا رجعت توفى جدي وورث عياله، وعقب من لحقوه عياله، وجو عياله اللي وراه وتوفى ولا وزع الحلال، والحين عاد بقى منه العيال اثنين، وعيال عيالهم يسوون امامهم اللي هم بهاتي، فمن اللي يكون له الحق منهم طال عمرك؟ والله هذا تراجع المحكمة، حصر إرث، يظهر حصر إرث في الورثة، وتمشي على الصك، صك حصر الإرث. نعم. طيب حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذا يقول: يجتهد بعض أئمة المساجد عند نزول المطر أو عند اشتداد البرد فيجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء. نعم، عند نزول المطر الذي يبل الثياب وقت صلاة المغرب يجمع العشاء معها تخفيفا عن الجماعة، هذا مباح الحمد لله رفقا بالناس. وأما البرد فليس عذرا في
في الجمع البردية ليأتي ويتكرر دائما، وأيضا البرد يختلف فلا يجمع من أجل البرد. نعم. أبو خالد من ينبع تفضل. أبو خالد أرجو أنك تقصر التلفزيون شوي. تفضل. تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ودي أسأل الشيخ الله يعطيك العافية، هل في فرق بين التدبر والتفسير؟ وين أجد الكتب اللي فيها التدبر؟ التدبر يا أخي أنت تدبر الآيات بنفسك، وأما التفسير فهو التفسير المكتوب، وأجود التفاسير تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، فتراجعها وتجد فيها إن شاء الله الخير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المشروع في التميمة؟ هل نجلس عليها عند ذبحها أنا وعائلتي أم ندعو الأقارب عندها؟ العقيقة، ما هي التميمة؟ نعم. العقيقة هذه سنة تذبح عن المولود وتوزع ثلاثا، ثلث يأكله أهل البيت وثلث يتصدقون به وثلث يهدونه على جيرانهم وأصدقائهم، وإذا أكلوها أو أغلبها في البيت اجتمعوا عليه فلا بأس بذلك. نعم. هل يؤخذ من الرؤى أحكاما تشريعية يا شيخ؟ لأن في وقتنا الحاضر كثر الذين يفسرون الرؤى مأجورين. الأحكام التشريعية بالحلال والحرام والواجب والمستحب لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الرؤى والأحلام، ولا يجوز ذلك. نعم. يا شيخ، هل تسقط الصلاة عن المريض الذي لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الوضوء، وكيف يعامل مثل ذلك؟ الوضوء يناب عنه، يوضأ أو ييمم بالتراب ويصلي على حسب حاله، يذكر بالصلاة ويصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. نذكر الإخوة والأخوات الذين الحقيقة يتصلون بنا أن يخفضوا من صوت التليفون ويكلمون عبر الهاتف، لأننا الحقيقة نعاني كثيرا من قضية التليفون، حيث يكون هناك ارتداد وصدى يؤثر على أذن الشيخ وعلى المستمعين. فضيلة الشيخ، من الأدعية: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم إسماعيل فهمنا. هل هذا سليمان؟ نعم، سليمان فهمنا. هل هذا وارد؟ هذا مأخوذ من الآية، أن الله علم إبراهيم وعلم سليمان عليهما السلام، فأنت تسأله أن يعلمك. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم ضرب الزوجة والأولاد بالعصا للتأديب، وما أفضل شيء في التأديب؟ إذا احتاج إلى الضرب يضرب الأولاد والزوجة، لكن ضرب غير مبرح، لا يجرح ولا يكسر عظما، وإنما يكون مؤلما بعض الشيء ولا يكون فيه آثار سيئة، وهذا أذن به الشارع، أذن به الشارع للمؤدب والمعلم والسلطان، لا بد من هذا. ومن كما يقولون حرم الأدب حرم الخير، ومن أمن العتاب أساء الأدب. نعم. الحقيقة هذه الأخت أصرت أن نعرض مثل هذا السؤال فضيلة الشيخ، والحقيقة أننا نعرض كثيرا مثله في عدة حلقات، وهي تقول أريد أن أسمع من الشيخ صالح إجابة وافية حول التشقير للنساء، لأنه كثر في زماننا هذا، وتريد أن تسمع إجابة من الشيخ. هذا لا يجوز، العبث بالحواجب، المرأة لا يجوز لها أن تعبث بحواجبها، لا بتشقير ولا بقص ولا بنت ولا بحف ولا بصبغ، تترك حواجبها على خلقتها التي خلقها الله، وهي جمال لها. نعم. تفضل يا أبو سلطان معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، أنا حلفت لي يمين، زوجت بنتي قبل شهر، وبعدين حلفت أنها ما تجيب النقشات، لا هي ولا أمها، ما تجيب النقشات عندي في البيت. قبل الزواج بيوم واحد جاب النقشات وجاب
على مدار يومين وميت إيه أنا حلفت قلت جبت النقشات ما يكون الزواج هذا والله ما يكون وبعدين جبنا وميت بنا المشكلة كذا وكذا والمشكلة ديك أكبر وظليت على يميني ما داعي فعلا. شكرا. يا أخي أنت زوجتها وتم العقد والحمد لله، أما حلفك إن ما تأتيك بشيء وجاءت بشيء فأنت حنث في اليمين تكفر عن يمينك والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. نعم يا شيخ، هذا السؤال وصلنا قبل قليل، يقول أنا دخل في حسابي في البنك مبلغ وقدره 3000 ريال ولا أعلم من صاحبه. هذا لازم تقول للبنك نفسه تخبرهم عن دخول هذا المبلغ الذي لا ليس لك وإنما هو عن طريق الغلط، والبنك يتصرف في هذا. نعم يا شيخنا الكريم، هذا السائل يقول لقد ذهبت لجدة لعمل ما وقد وصاني أحد بأن أخذ عمرة ودخلت العمر الحرم ولم أعتمر، فماذا في حقي؟ إذا كان وصاك أن تعتمر من جدة، هو من أهل جدة ووصاك أن تعتمر عنه، فيلزمك الإحرام من جدة لأن هي ميقاتك في هذه الحالة. إذا دخلت ولم تحرم إلا من داخل الحرم يكون عليك فدية والعمرة صحيحة والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بأنه نذر أن يصوم الخميس ولكن لم أصم، هل عليه شيء وما حكم كثرة النذور؟ يقضي هذا اليوم الذي نذر أن يصومه ولم يصومه يقضيه، ولا ينبغي النذر، يعني يكره الدخول فيه لأنه إحراج للإنسان، ولكن إذا دخل فيه وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. يقول يا شيخ بأنه شاب وراتبه قليل، وهل يأخذ من الزكاة إن أعطي منها؟ إذا كان دخله لا يكفي راتبه وغيره، دخله لا يكفي نفقته، فيأخذ ما يتمم له النفقة لأنه فقير. نعم. هذا يسأل يقول بأنه يقوم بالاتصال على الأنترنت عبر اللاسلكي عن طريق الشبكات المتوفرة المفتوحة وذلك من الجيران، علما بأنني لا أعرف المصدر. والله هذه مسألة تراجع فيها أهل الخبرة وأهل الفن بهذا العمل، ولكن لا يجوز لك أن تستحل شيئا من حق غيرك أو من اختصاص غيرك. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول ابتلاني الله بالوساوس مع أنني متدينة وأقوم بكل ما أوجبه علي ربي، ولكن الشيطان متسلط علي، هل أؤجر شيخ صالح على صبري واحتسابي؟ لا تصبري على هذا، هذا مرض نفسي، فعليك بمقاومته، وأقرب شيء وأيسر شيء أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الوسواس ومن الهموم والوساوس، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثري من ذلك. وأيضا تراجعين الأطباء النفسيين ربما يجدون لك علاجا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا أحمد من حائل، تفضل أحمد. تفضل. طيب يا شيخ صالح. عليكم السلام يا أحمد، تفضل. شيخ صالح، احنا حجينا العام وطلعنا وقت يوم العيد يوم النحر لمكة عشان طواف الإفاضة، بس رجعنا متأخرين، رجعنا متأخرين وقالوا لنا احنا النية ان النوم يعني المبيت بمنى ان ننام يعني بأي وقت، قالوا لا لازم يعني نص الوقت، نص الوقت يعني فاتكم المبيت. فاتكم المبيت. نمنا المبيت. ما هو بالكلام على النوم. يا أخي اصبر، الله هديك. يعني اسمع سؤال للشيخ. اصبر يا أخي، اصبر نجيبك. هل فاتكم المبيت الليلة اللي من
أنا ما أنا بسألك أنكم نمتوا، أسألك عن المبيت، المبيت هل نمتم في الليل في ميناء؟ أي نمنا في الليل في ميناء. كم نمتوا؟ والله ما جينا حنا حول الساعة 11 11 ونص دخلنا ونمتوا إلى الفجر؟ إلى الفجر أي. نمتم؟ أي الحمد لله يكفي هذا، يكفي هذا الحمد لله. بس حنا بنيتنا أن المبيت أنك تنام يعني لو ما تجي إلا الساعة 2 3. يا أخي خلاص بتم والحمد لله. نعم، شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي الحقيقة أسعدنا بهذه الإجابات المسددة المبنية على الكتاب والسنة. نفع الله بالجميع ما سمعنا وجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ. وختاما أيضا ندعو لأميرنا الراحل سطام بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، ندعو له بالمغفرة والرحمة، ونقول له أسكنك الله الجنة وجعل قبرك روضة من رياض الجنة وألهم أهلك الصبر والسلوان. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، يتجدد اللقاء. وهذه تحية من فريق العمل وزميلي معجب الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.